هادئ وعميق. هذا المكمل يحتوي على مكونات من أهمها الميلاتونين، والميلاتونين هو هرمون يفرز من الغدة الصنوبرية، وإفرازه يؤدي إلى خلود خلايا الدماغ إلى النوم وخلايا الجسم، وهو مضاد أكسدي. كمان موجود تريبتوفان، وموجود فيتامين بي 6، وأعشاب الويسويليا وأعشاب أخرى مجتمعة حتساعد على نوم عميق، نوم صحي، وحيتم إفراز السيروتونين بكثرة من هذه المكونات الطبيعية. تحياتي. وصفة مضادة تانية لمنتج النوم الهادئ، المكونات الرئيسية الميلاتونين وفيتامين بي 6، فعندكم العدس والحمص. العدس والحمص المنبت يحتوي على البي 6 ويحتوي على التريبتوفان. البي 6 اللي هو من فيتامينات بي، فيتامينات دائبة في المياه، والبي 6 رئيسي في عملية تحويل التريبتوفان اللي هو حامض أميني موجود في البروتينات الحيوانية زي السمك، والبروتينات النباتية زي الحمص والعدس. فعملية وجود بي 6 بكثرة في الحمص والعدس، والتريبتوفان بكثرة في الحمص والعدس، وعملية التنبيت بحد ذاتها بتضاعف من هذه المكونات. ما ننسى البوتاسيوم والمغنيزيوم اللي موجود كمان في العدس وفي الحمص. في هاي الحالة ما علينا لنا نأخذ لنا صحن من هذا المنبت بعد الفطور، يعني قبل ما ننام بساعة زمان. هلأ المنبت كيف بدنا نسويه؟ بسيطة جدا، بنجيب الحمص الجيد العضوي اللي ضامنين النوعية تاعته، ونفس الشيء بنجيب العدس بغض النظر شو نوع العدس، كل ما كان داكن أكثر بيكون يحتوي على أكثر من الحديد والمكونات والنحاس والمكونات التانية. بنوضعهم في مياه فاترة لمدة ليلة كاملة ل 24 ساعة، بعدها بنشيل المياه وبنوضعهم على محارم، أو محارم أفضل شيء محرمة، وبنوضعها وبنوضع العدس والحمص عليها، وبنصير نرش عليه مياه. بنوضعه لمدة 3 أيام وهو مغطى بدون الضوء، وبعد 3 أيام بصير في عنا براعم 2 سنتي 3 سنتي، فبنشيله وبيكون لونه أصفر، وبنحطه تحت أشعة الشمس. في هاي الحالة بيتغير لونه من الأصفر للأخضر، وبغضون 5 أيام بيكون عندكم عدس مع حمص منبت. هذا هو أكبر مضاد للأكسدة، مش بس هيساعدنا على النوم، وبروتينات طبيعية ومغنيزيوم وبوتاسيوم، وهذه الأمور اللي حتساعدنا على النوم إذا بنأخذها في الفترة المسائية قبل ما ننام بساعة لنسمح للمعدة إنها تهضمها. عشان هيك حطوا عليها ليمون. تحياتي لكم. مكمل طبيعي سميته سليب ويل، يعني نوم هادئ، يحتوي على المغنيزيوم، يحتوي على التريبتوفان، يحتوي على فيتامين بي 6، ويحتوي على الميلاتونين، هرمون الميلاتونين، ويحتوي على أعشاب تساعد على عملية النوم، وكلها مجتمعات تركيبة هذه حتعمل على نوم هادئ. التركيبة الثانية اللي بدي أحكيها اللي هي وصفة بتعادل هذا المنتج. الوصفة هي عبارة عن الشعير الكامل المطحون، بنطحن معه كمان ملعقة من الكرفة مع الشعير، وبنطحن مع الشعير والكرفة بنحط معهم اللافندر، عشبة اللافندر أو الخزامي بمقدار ملعقة ملعقتين، وهذا المخلوط بعمله كمسحوق يوضع ويعمل كبودين بمقدار فنجان من الطحين. هذا المخلوط بحطه على المياه الساخنة وبحرك وبعمل بودن صحي. هذا البودن اللي بيحتوي على الشعير مع الكرفة
زائد اللافندر، عشبة اللافندر، هذا بعطينا وصفة تعادل الوصفة هذه. هلأ إذا بدنا نزيد الوصفة هذه ونضيف الميلاتونين في هالحالة بنجيب كشور الموز المجففة وبنطحنها وبنضيفها للشعير وللكرفة، وفي هيك بيكون عندنا منتج طبيعي أفضل في المكونات الطبيعية. كشرة الموز مغنيسيوم بوتاسيوم تريبتوفان مركزة مع فيتامينات بي وبي 6 اللي حكينا انه بيسرع وبيصنع الميلاتونين هو بي 6، واللي بيصنع السيروتونين هو البي 6، بدون بي 6 لا يصنع. فقشر الموز وازنة المعادلة زي الشعير، يحتوي على كل فيتامينات 6، الثيامين والنياسين والفيتامينات بي 6 بي 9، يحتوي على المغنيسيوم، يحتوي على البوتاسيوم، الكرفة مضاد أكسدة، حتنزل الكوليسترول وحتنزل السكر، وتنزيل الكوليسترول والسكر بحفز إنتاج السيروتونين والميلاتونين اللي هو هرمون يبعث على الراحة وعلى النوم. هذه الوصفة طبعا مدام للنوم، باخذ البودين هات قبل ساعة من عملية النوم، قبل ساعة من عملية النوم، وبدي فعالية أفضل بضيف البودين مش مع المياه، مع اللبن الرايب، اللبن الرايب الماعز أفضل شيء، هيك بنحصل على